الحين اشتري، خل اوريك يا دقيقه. الاشياء اللي قلت اشتري سكر وملح وخيار وخس ورز وماي بشتري وبصل وصلصه صح؟ زين ما اشتري طماط لحق السلطه ولا ما يحتاج؟ هو اشتري بيبسي، ما كتبت بيبسي، اشتري بيبسي. ها ليمون ما كتبت، خس كتبت، بيبسي باقي. وش اللي باقي بس؟ طيب خلاص. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. طبعا سمعت المحادثة قبل شوي مع احمد رويس. اول شيء اسف ليومين ما صورت، لان اليومين اللي طافوا كنت اشتغل في الشقه، لان اخوي ما قلت لكم طبعا من قبل، اخوي راح يجي امريكا يدرس هنا او هو خلاص وصل. واليومين اللي راحوا كنت افضي للغرفه الثانيه وارتب الاشياء وارتب المستودع انا مع احمد رويس جزاه الله الف خير. جلسنا يومين على مرتب الشقه كامله. اخوي الحين وصل من يابلوس، تقريبا باقي له 3 ساعات ويركب الطياره على بوزمن. بيوصل هنا تقريبا الساعة 48 دقيقة. مثل ما سمعت قبل شوي راح نسوي عشاء، نسوي عشاء عشان جية اخوي، لكن اللي يعرفني ما اعرف اطبخ. فاحمد الرويسي بيطبخ وراح يجي الساعة 6:30 7، وانا ودي قبل شوي نسوي العشاء. ما ادري شو السالفة، يمكن بس احمد الرويسي قال يبي يطبخ اخو، وبنمر يمكن اذا جاي بيطبخ، فما ادري شو بيسوون، نشوف احنا الوضع. الحين بروح اشتري بعض الاغراض، فخلونا نبدا. رجعنا نفس الوقت، ضيعت بنزين وما وقفت السيارة، اتوقع من المبلغ اللي شريته. يوم شفت السعر ضيعت كل شيء. اصلا ما بعرف حتى اتكلم، توني متذكر شنو من المبلغ اللي شريته. من الاغراض اللي شريته، السعر الاغراض اللي شريته، شنو المبلغ؟ المبلغ ما ينشرح. اوكي اهم شيء فهمتوها. شلونك؟ تبي الاوجه فك على عندي مد اللي يبي يطبخ هو ولا احمد رويس؟ ليه؟ عندي شغل رجال. يعني ها منه ولا منه؟ والله شوفون انا ما لي، بس انا ما جربت يعني ترى من تخطيط الخواجه. يقول ترى الرويس يقول ما يبغى، ما ابغاك تسوي عشاء. والله العظيم يا احمد، والله ان ابو نمر اللي قايل، والله ان ابو نمر اسمع. وقال قال مدي انا بسوي المقلب، يقول خلني بقول مدي انه اخوي بيجي بدري، عرفت؟ وبخليك انت تطبخ وبشوف الرئيس ايش يقول. ابو نمر ابو نمر ابو نمر احمد بالله بالله دقيقه احمد، انت صدقت ان الطياره بتجي بدري؟ النقل الجماعي هو اي ما تتقدم الطياره. شنو امزح معك يا قلبي، امزح معك ايه يا جماعه، نبي ناكل وننام، نظام امريكي. لا وجدك من الشعر بيت، تاخرت رحله الساعه 10:30 ايه يعني مثل ما يقولون تقعد لين الساعه 11 عشان تغرب عشاء. انا ايش فكرتي يا احمد؟ ان نسوي العشاء ونروح ناكله معاه في المطار. الحمد لله. لا نطلع عند المطار شوف كوبري اللي يسوون فيه، نجلس تحت هناك ونتعشى. الجو حلو بالليل، براد نفرش فرشاتنا ولا نتعشى. اسمع ترى لا ترى لا تسوي، خذ راحتك خذ راحتك، لا تسوي بدري رجع تاخرت، بتاخر خذ راحتك خلاص. يلا اوكي. أما أنك تدور من اليوم. أتوقع بيجون حاضر من قال في وين المكان، قلت له من قال في يسار ولا يمين، قلت له يسار، قلت خلاص سجلت الأسبوع. تاكسيني ما بعادل أنا. يعني بتطلع واحدة بتجيب ملف كبيرة. كبيرة واجد قطعين كبار في المرة. شو الأخبار؟ شلون السفرة معاكم؟ والله السفرة حلوة إلا ساعتين ترى. ليش؟ أهم شيء بدوني حلوة. أوه أحلى واحدة. أنت سويت لنا وضيحة. والله
الجيران طلعوا علينا خلاص. جينا طقت الباب دقينا الباب 14 ألف مرة. ايوه بعدين جينا دقينا الطاق. ايه طلع لنا هذاك خوفنا. بعدين قلنا يا هذاك اللي تحت لا يقوى. انا قايل بروح معاهم. لا والله انا قايل بروح معاهم. لا والله والله تسلم. سحب علينا يا راجل عشان عشان تعرف طعم السحب يوم الرويس يوقف تحت ودقدق عليك الساعه 6 الصباح. فاهم الرويس مستانس اني سحبت عليك. لا ترى ما تفرق معايا والله رجعت هلا. لا لا انا عارف ان هذه مدروسه اصلا من زمان. بالله والله عارف ومتاكد حتى كنت بقول عبد الله الساعه 3 بالليل اقول له احمد موجه. قلت لا خلى 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 الناس تشتري ايبان. طقت والله شعوري بالملي جاء. في ايش تبي في اخوي؟ تنتقم من بدل ما سويت فيك انا ما ادري بشوف طب نفس طبعك ولا لا لا عطني الصالح والله البداية. يطلع ابله بعدين في الفلوجر لا ما علي ما هو شو اللي صقع؟ هم الشباب طبعا جايين من دنفر امس وصقعوا سياره صقعوا سيارة. اه صقعته وادم شيخ ادم يمين ما صقعته شيء ما ادري شو ما ادري شنو اوكي انا ما ادري شو حتى جاء الجو ما اسمع الا دبج قويه الضربه تحت ايه الصقعه من تحت وكملته ما وقفته لا وقفنا على جنب المشيف شفنا صدام معدوم واللي وقفتهم زين وش اللي موجود ورا؟ مسافه قبعنا وقفنا قدام بعيد ولا رجعنا الدنيا ظلمه اصلا يخوف. نزلتوا؟ نزلنا نشوف في شيء نقط قلنا ما يمكن كيف وقفنا محطه الرادياتر كله يصب في الشارع والحراره الساعه تقريبا 2 2 2 ولا واحده؟ لا واحده كل مين 12 كمية 42 دقيقة. لا والله ما معهم شكله ما معهم أنت. لا هي التعب وفجعة وجات كلها. أحنا ضاق ما يسوق. ما جي يسوق إلا هالمرة على هذا الشيء. ترى أنا سبت رايح 10 ساعات. إيه. أنا راجع سبت 7 ساعات قلت له يكمل الثلاثة خلاص. ما جت على هالثلاثة وضرب. هذا أنا ندمت خليتي صغير. وصدم عطت. ما كمل ساعة. صورته السالفة بس نبي السالفة من السواق يلا. انت اللي تسوق الرجال لي ساعه تقريبا امشي في الخط قاعد اقول له يطلع علي غزال الحين ايش اسوي؟ ايوه في بالك كذا يعني مثبت السرعه 85 اوكي ف قاعد اقول الحين بينفق على الكفر بينطلع القزاز كيف مسكتي الدراشون لازم يكون ثابت لازم وقاعد ماسك خط ومسك زي كذا قاعد اسوق مثبت السرعه تفكر بالسالفه ايوه والله قاعد افكر فيه وانا افكر فيه يطلع قدامك طق يعني انا فكرتي شني كم مدة؟ ما علي مني يصقع أه؟ انا ما علي مني يصقع السيارة ما علي مني أه؟ انا همي كل اني امسك الدركسون الفكرة اللي في بالي ان السيارة متحوس الازاز بينكسر ما ادري ايش دعست ومشيت وقفت انا مشيت ردت فعل الكاميرا الطبيعية دي انت عارف المود حقك طبيعي في كل شيء والله طبيعي عادي صقعت ومشيت وقفت بس انا كان همي اني ما يطلع الازاز اللي ما يكون يبسي الاير باكس الحاجات دي فرمله بالغلط ولا شيء شيل شوف يا الخوي من معصب علي يقول ليش سحبت عليه عادي 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 قال انا سحبت عليه قبل علم تعلمه لازم تعلمه تمام واحد طيب سقفك تدري قول ها شو اخبار شلونك؟ علوم رجال شلت معاك اليوم شو سوينا؟ باقي نص ساعة بالضبط على وصول طيارة علي واخوي فرايح الحين اجيبه الشباب ما بروح فوق جزاهم الله الخير قاعدين يطبخون فبروح اجيبه وباجي خلكم معانا. وصلت الحين المطار باقي على وصول رحلته 8 دقائق. تقريبا راح يفتح ما هنا يعني من يابلس هذا مكتوب. شوف وقفت اعطاني تيكت $50 ما في مواقف هناك
تدري المواقف وين؟ تروح تلبق بفلوس. فحد عزازك تعزمك يا قال ها والله اي قدر رابط بار رابط بار عاجبك شافك سابر ها اكون لا مروح لأول مرة عطا أخوان الأمريكي اخترع بسيئة وخط الثاني بعدين تقلم هنا بعدين ما تجي هناك السعودية هذا لأن أخوي توا جاي أنس قاعد يعلمه شوف بنمر الدلة حقتك وانت كسرتها خلاص والله ما لي شغل زوجتك نام عندي نام عندي بنمر بنمر نام عندي نام عندي بنمر ما راح تداخل اليوم مين فاضي كله فاضي عيونك الفاضي انت بس نادي تعال طيب صح انت بس بعد لي يا رجال حمزه كان اشربه ماشي ها طيب بس حلو الصحن بس بعد اشتوى زياده بس بلبن لبن لبن لازم يكون في التركيز يكون عادي عليك لما كنا كلاس مثلا يا ما اسكت صح يا جماعة ترى الحليب ما في شيء والله شربوا اي والله ما احنا جايين والله انا بدي اتعشى انت خلني اتعشى اجيب كاسات جاي احمد احمد سلطان سلطان والله يا ابو خالد تسلم والله كذا خلص اليوم الساعة 12:30 عندنا الحين أخوي خلاص نام والشباب مشوا ففي نهاية الفلوق لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع عملك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني وانتظروني في فلوق بكرة والسلام عليكم.